إنها 8 صباحاً وقد بدأت ماري بتنظيف منزلها بينما خرجت صديقتها غريس التي تسكن في منطقة مجاورة لجلب المياه من أقرب نهر. على غريس أن تقطع 6 كيلومترات مشياً على الأقدام وما أن تصل حتى تجد النهر قد جف، فتبدأ بالحفر. وعودة إلى القرية حيث أنهت ماري الأعمال المنزلية وخرجت أيضا لجلب المياه، ولكن دون السير لمسافات طويلة أو الحفر، فهي تحصل على المياه من الصنبور بفضل هذه الصخرة. عندما تمطر السماء تنهمر المياه على سطح الصخرة وتتجمع في هذا الخزان الذي يتسع ل150,000 لتر، ويمكنه خدمة المجتمع لعدة أشهر. لقد قام السكان المستفيدون ببناء هذا المشروع وهم يديرونه بأنفسهم. لقد أصبح لدينا الوقت الكافي الآن للاهتمام بأبقارنا ومحاصيلنا، فالمياه أصبحت بالقرب منا. في السابق لم يكن لدينا الوقت سوى لجلب الماء. تفرض معظم المجتمعات رسماً مقابل الحصول على الماء، وبدأ بعضها بتحقيق الأرباح واستثمار الأموال من جديد. فقام هذا المجتمع بشراء أرض وأنشأ عليها مزرعة نموذجية لتعليم المزارعين تقنيات جديدة. استثمرنا الأموال التي كسبناها من استجماع مياه المطر في مشاريع إضافية، ولنقل هذه الخبرات لمزارعين آخرين أقمنا مزرعة تجريبية ليتعلم الناس ما يجب أن يفعلوه في مزارعهم. وعودة إلى النهر الجاف، ما تزال غريس تحاول سحب المياه من قاع الحفرة. ومع استمرار تولي النساء هذه المهمة الصعبة سيبقى الفقر متجذرا في مجتمعاتهن.